بأعصاب مشدودة تابعت الجماهير الجزائرية مباراة الخضر مع الخيول البوركينابية لحساب المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال البرازيل 2014. أداء متواضع في البداية أقلق عشاق محارب الصحراء وحبس الأنفاس وحير القلوب. ومع انطلاق الشوط الثاني تنفس الجميع الصعداء بهدف القائد مجيد بوغر. وفور إطلاق الحكم السنغالي صفارة النهاية خرج ملايين الجزائريين إلى الشوارع ليقضوا ليلة بيضاء احتفاء بتأهل الكتيبة الخضراء للمرة الرابعة في تاريخها للمونديال. شعور كبير واش راك تشوف الشعب كاع فرحان وان شاء الله هاد المره كيروحوا نديروا ريزيطا حوسوا دوكا ريزيطا ماشي كيما نتيجه ماشي كيما كنا نروحوا نلعبوا ونولوا دوكا دوزيام تور ان شاء الله يا ربي. انا فرحانين بزاف ونحمد ربي اللي ربحنا وان شاء الله نديروا حاجه في لاكوب دي مون ان شاء الله. شوارع العاصمه الجزائريه اختنقت بحركه المرور واطلق الانصار العنان لحناجرهم للاحتفال كل على طريقته. ان شاء الله حنا مبروك علينا الجزائر والمساورة تاني عرب وان شاء الله يفرحوا معنا تركيا. يعطي لكم الساعة يعطيكم الساعة فرحتونا وانت ربعنا يا رشيدي. ومثل ما احتفل الجزائريون كانت قلوب العرب تهتف باسم الجزائر هي أخرى. مبروك ألف مبروك للشعب الجزائري، هو الوحيد المنتخب العربي الوحيد اللي بيمثلنا دلوقتي ونتمنى له كل التوفيق بجد في كأس العالم. لعب مباراة هايلة في بوركينا فاسو واتظلم، كان في ضرب الجزاء صحيحة للمنتخب الجزائري، الحمد لله ربنا وفقه الماتش دوت ولعب ماتش هايل هايل بجد. بعد مونديال جنوب إفريقيا 2010 يغرد المنتخب الجزائري وحيدا للمرة الثانية على التوالي ممثلا للكرة العربية في مونديال البرازيل 2014. وحتى تتجهز كتيبة محارب الصحراء لذلك الموعد يحق لهذه الجماهير أن تنتشي بهذا الإنجاز التاريخي العظيم. سامي قاسمي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.